المنطقة الرابع السينمائي لثانوية أبي بكر الرازي والمنظم تحت شعار السينما وثقافة العرفان، يعد موعدا سنويا يحتفي من خلاله تلاميذ الثانوية بالفن السينمائي على طريقتهم الخاصة. اليوم كان كيف ما كتشوف مهرجان الملتقى الرابع السينمائي واللي هو ملتقى كبير لتكريم العم إدريس، و هذا الملتقى كيضمن مجموعة من يعني الضيوف الكرام وغيعرضوا يتعرضوا سبعة ديال الافلام. المسؤولين ديالنا والمؤسسات التعليميه ديالنا خاصها تدخل الابداع والسينما والمسرح داخل في المناهج الدراسيه، لان عندنا طاقات كبيره وخصنا نهتموا بهم، ولا ما عطيناهمش الكلمه ديالهم فيمكن انهم يهربوا لنا، فخصنا نعطيهم باش ما يمكنش تبقى المؤسسه التعليميه غير للتلقين، ولكن كذلك المؤسسه التعليميه خصها تكون كذلك للابداع، وخصنا نكونوهم في مجال الابداع وهما باقيين صغار، ماشي تيكبروا عاد ممكن انهم يتكونوا، مادام انهم عندهم ملكه انهم يتكونوا وهما باقيين صغار. بحضور ثلث من المبدعين والفنانين وأطر أكاديميين تم تكريم عم إدريس عرفانا لما قدمه خلال مشواره الفني.